فبصدد تنظيم أول نشاط بالنسبة للجنة الجهوية هنا بسوس ماسة، لأن المركز المغربي هو مركز وطني، وحنا كنمثلو هنا اللجنة الجهوية تاع سوس ماسة، وحنا بصدد تنظيم أول نشاط اللي كيهم الجهة والحكمة الترابية، واللي حاولنا من خلاله أن نأخذه من طابع نظري وطابع اللي هو عملي واقعي. نظريا حاولنا استخدام مجموعة الأساتذة الجامعيين المهتمين بشأن الحكمة الترابية، وحاولنا كذلك استخدام السيد نائب رئيس الجهة باش ناخذوا الجهة من النمط الواقعي والعملي. انطلقت الأشغال حاليا، وكنحاولوا في هذا الإطار أننا نستضيف مجموعة نتاع الطلبة على أساس أنه الأهم ما تهتم به المركز هذا هو إغناء النقاش في هذا الإطار مع الجامعة، خصوصا جامعة بن زهر. والدور ديالنا خصوصا في المركز المغربي للحكامة والدفاع عن حقوق الإنسان ومواكبة عمل التشريع والقضاء هو نعطيه واحد النفس جديد للقراءة ديال الوثائق اللي كتصدر على المؤسسات الدستورية في المغرب. هذه كانت واحد الندوة اللي كتعالج واحد الموضوع مهم اللي هو الجهة والحكامة الترابية، اللي كانت فيه مداخلة ديالنا كممثلين ديال مجلس جاسوس مسا، وكذلك مداخلات بالأساتذة باحثين حول هذا الموضوع. أكيد أن هذا الموضوع ديال الجهة والحكمة الترابية موضوع مهم لسببين. السبب الأول لأنه بين الأمور اللي جات في الدستور ديال المملكة، ثانيا لأنه هذه التجربة هذه اللي كتعرف واحد النضج كبير مقارنة مع التجارب التأسيسية السابقة. باش تكون عندنا هذه الحكمة الترابية في جهة سوس ماسة، أكيد أن المشرع أعطى واحد مجموعة ديال النصوص القانونية والتنظيمية، وثانيا واحد مجموعة ديال الآليات خاصة الآليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية، بالإضافة إلى واحد مجموعة الأمور اللي كتخص التحديد ديال الأولويات ديال المشاريع، وكذلك طريقة بلورة هذا المشروع البرنامج التنمية الجهوية، وكذلك الحكمة المالية كذلك خاصة فيما يخص تدبير ديال الموارد ديال الجهة والتوزيع ديالها على كافة الأقاليم. كنا اليوم بصدد لقاء علمي متميز كان تحت عنوان الجهة والحكامة الترابية، لناقشنا فيه مجموعة من النقاط الحساسة، كان بتدخل مجموعة من المعنيين اللي هما أطر وممارسين أساتذة جامعيين، كانت في كذلك تدخلات ديال الحضور الكريم اللي ناقشات مع الأساتذة المتدخلين في صلب الموضوع. تناولنا الجهة، تناولنا الحكامة الترابية للجهة، تناولنا كذلك مخرجات الاستقلال المالي والإداري للجهة، كذلك استقلال جبائي، كذلك كان مجموعة من المداخلات اللي كانت كتطالب باستقلال جبائي بلا مركزية جبائية، وكانت كذلك مجموعة من التوصيات في صلب الموضوع اللي خداوها الأساتذة بعين الاعتبار اللي كنتمنوا أنها تتنزل في برامج عمل الجهة.